طيب ايه رأيك في الاقتباس؟ احنا بكل اسف لحد النهارده بنحاول وبنحاول وبنحارب وبنقول ما نقتبسش، وبنقول نحافظ على تراثنا على امجادنا، نطور من بيئتنا، من موسيقانا الشرقية، من مجتمعنا، من الفولكلور القديم بتاعنا، من اغانينا الشعبية القديمة الموروثة، ونعمل منها عندنا مرتع خصب. الشرق مليان مليان فن، هم بيقتبسوا منا، هم بياخدوا من ألواننا وبيعملوا سيمفونيات وبيقدموها وأوبرات وبيقدموها للناس، وتكون فعلا فيها اللون الشرقي بنحس بيه، وإحنا أصحاب هذا الشيء مش قادرين نقدمه للناس ونفخر بيه ونقول أهي دي موسيقانا الشرقية، علشان بيخش عليها عناصر غريبة فاسدة. أنا من رأيي إنه كل واحد يحاول يصلح من نفسه ويحاول نبتدي من جديد مثلا، ونشوف موسيقانا الأصيلة ونكبرها، وناخد من مجتمعنا من بيئتنا من موسيقانا الشرقية الأصيلة، ونحاول ننهض بها ونوصلها للعالمية من غير ما نحشر فيها أي لون دخيل اللي بيشوه موسيقانا وفننا.